أنا كنت عايزة أستر على بنتي، عايزة أداري عليها وعلى اللي عملته. أنا عملت اللي المفروض عليا كأم أعمله مع بنتي. ده كان اعتراف أم بعد القبض عليها، الأم اللي علشان تداري على فضيحة بنتها واللي عملته كانت عايزة تتخلص من حفيدها. ما كانتش عارفة تودي وشها فين من الناس، تقول لهم إيه، الواد ده ابن بنتها إزاي، اتجوزت إمتى، أسئلة كتير الأم حبت تنهيها قبل ما تتسألها. فهربت هي وبنتها من المنطقة اللي كانوا فيها في الجيزة، وتحديدا في قرية تبع العياط. كانت بداية الخطة اللي الأم رسمها والفخ اللي وقعت فيه بنتها وحفيدها اللي لسه حتة حمراء، لكن وقعت للأسف في شر أعمالها ومحدش سمع عليها، ومصيرها ما كانش على بالها خالص بخطة جهنمية تم القبض عليها. خافت من الفضيحة واللي عملته بنتها في نفسها وفيها، ما بقتش عارفة ترفع عينيها وسط الناس. بنتها كسرتها وخلت رقبتها قد السمسمة، حطت راسها في الطين لما رجعت لها وابنها اللي لسه مولود على كتفها، الابن اللي كان نتيجة علاقة غير شرعية، فقالت إن ما كانش قدامها حل غير إنها تتخلص منه وتنهي أي مشاكل ممكن تقع فيها بسببه. وده حسب اللي نشره موقع مصراوي الساعات اللي فاتت. خدت بنتها وحفيدها وسابوا المنطقة كلها اللي ساكنين فيها، الجيزة وتحديداً العياط. فهمت بنتها إنهم هيبدأوا حياة جديدة وسط ناس ما يعرفوش عن ماضيهم حاجة، هيهربوا بالولد وينسوا كل اللي حصل، ده الظاهر، لكن هي كانت حاطة خطة وفاكرة إنها ما تخرش المية. الأم كانت بترسم على إنها تتخلص من الواد، ويا عالم كانت ناوية مع بنتها على إيه. سابوا العياط باللي فيها، وحقيقي ما بعدوش كتير، راحوا الحوامدية وفضلوا يدوروا على شقة يأجروها كام يوم لحد ما يشوفوا هيعملوا ايه ولا يروحوا فين. بعد تدوير كتير ولف على كعوب رجليهم ما لقوش غير أوضة بسيطة خالص، طلبت من صاحبتها وقالت لها هنقعد كام يوم بس وهنمشي. الست رحبت جدا، خاصة انهم اتنين ستات ومعاهم طفل. وتاني يوم الصبح من النجمة صاحبة الأوضة لقيتها نازلة ومعاها الولد، راحت عليها كده وبحسن نية وكل تلقائية بتقول لها على فين بدري كده، رايحة فين؟ سكتت شوية كده واتفاجئت من السؤال وتلجلجت وقالت لها هروح مستشفى أم المصريين أشوف تطعيمات الواد. صاحبة البيت قالت لها وليه تتعبي نفسك وتدبي المشوار لأم المصريين؟ لا روحي الوحدة الصحية أو المستشفى هنا أقرب، ما تتعبيش نفسك. ابتسمت لها الجدة وقالت لها لا مش هينفع، وسابتها ومشيت. ومن هنا على أم المصريين عادل، عدى ساعة واتنين وتلاتة والليل ليل، والست بالواد مجوش ودماغها بقت تودي وتجيب، يا ترى حصل لها ايه، يا ترى راحت فين. ما كانش قدامها حل غير انها تبلغ ابنها وهو يتصرف، وفعلا عملت كده. ابنها اتصل بنقيب يعرفه اسمه عبد الحليم وله شعبية كبيرة في كل المناطق اللي حواليهم، وبلغه باللي حصل بالظبط. الضابط شك وحس ان في حاجة غلط، ومن هنا بدأ تحرياته وجمع المعلومات اللي تساعده يوصل لأول الخيط اللي يوصله للست، وبدأ يستجوب بنتها اللي سابتها نايمة وخرجت. سبحان الله في نفس الوقت جت إشارة لرئيس مباحث الجيزة المقدم هشام فتحي من مستشفى أم المصريين إنهم لقوا رضيع حديث الولادة في ظروف غامضة، أوصافه نفس الأوصاف بتاعة الولد اللي جدته خدته. هنا فريق بحث مشترك كثف جهوده في فحص كل خطوط سيرهم من تفريغ كاميرات بمحيط آخر محطات الرضيع لحد ما ركبوا توك توك وسألوا السواق، قال أنا يا باشا نزلتها قدام المستشفى ومشيت. سيادة النقيب جمع خيوط القضية وحس إنه سيناريو محبوك وفي حنكة ودهاء مش أي حد يعمله، وقرر يمشي بنفس الطريقة في القضية دي، واتفق مع صاحبة الأوضة على استدراج الجدة بمكالمة، تعالي الحقي بنتك تعبانة. وبمجرد وصولها تحفظوا عليها لحد ما الشرطة جت وقبضت عليها، ولما سألوها في التحقيقات ليه عملتي كده قالت عايزة أستر على بنتي.